قصر الباهية من أبهى وأجمل القصور المغربية لبداية القرن العشرين، تم تأسيسه من طرف موسى بن أحمد بن مبارك الشرقي البخاري الذي كان يشغل منصب الحاجب والوزير الأعظم لدى السلطانين العلويين سيد محمد بن عبد الرحمن والحسن الأول، ليتم تكملته واستكمال أشغال بنائه من طرف ابنه الملقب بأبو أحمد، والذي كان يشغل كذلك يعني منصب الحاجب والصدر الأعظم لدى السلطان العلوي مولاي عبد العزيز. القصر يمتد على مساحة تقدر ب 8 هكتارات، يشغل فيها البناء حوالي 4 هكتارات، وهي يعني مجموعة متكاملة من الرياضات، والرياض يعني كما يعرفه الجميع هو سكن مغربي أصيل، يتمثل يعني حول ساحة مفتوحة السقف وبعض الغرف التي تدور حوله بحديقة داخلية. يقدر عدد الرياضات لقصر الباهية ب60 رياضا تم اقتناؤها من طرف الوزير أبو أحمد، لتعطي يعني واحد الشكل هندسي وتصميم خرائطي يعني متكامل، وتحفة معمارية جميلة جدا ب يعني زخارف مغربية أصيلة تبرهن على مدى يعني براعة وأصالة الصانع المغربي المراكشي والفاسي والمكناسي من ربوع المغرب يعني بأكمله. بالنسبة يعني الجدران يكسوه كذلك قطع من الزليج يعني الحائطي او الزليج ميغال، وهو عبارة عن مجموعة من الأشكال الهندسية والتي يتخللها النجمة سواء السداسية 8 أو 16، وقد نصل إلى 64 يعني نقط من النجمة، نقول لي بوينت ديال لي زيتوال. يليه الجبس المنقوش بزخارف يعني نباتية وهندسية، وكذلك كتابات، والقصر الباهية يحتفظ بمجموعة من الكتابات التي ترجع إلى قصيدة البردة للإمام البصيري في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وتيمنا كذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام. هناك بعض الكتابات كالبسملة وكالباقية الشافية واليمن، وكلها كلمات يعني لجلب البركة. وأسقف يعني الباهية مشهورة أو معروفة بأسقفها الخشبية الجميلة جدا، أسقف خاصة سقف البرشلة معروف بالبرشلة، أو سي كوم ان باتو مونفيرسي المتكون من عديد من القطع الخشبية المزركشة. القصر هو مثال أو أيقونة كما قلت للهندسة المعمارية المغربية الأصيلة، لأنه يحتفظ بمجموعة من الحرف التقليدية المغربية يعني المتجدرة في التاريخ، بداية من الأرضيات التي تكسوها قطع الزليج المغربي. والزليج هو حرفة مغربية قديمة وأصيلة. الزليج كما يعرف الجميع الزليج الفاسي الذي يتم جلب الطين من مدينة فاس، ويتم تقطيعه بحرفية عالية من طرف المعلم الزليجي. قصر الباهية هو قلب مراكش النابض، ويستقبل عدد كبير من الزوار، حوالي 5000 زائر يوميا من ربوع العالم، ويشكل المغاربة كذلك يعني عدد لا بأس به من الزوار، خاصة مغاربة يعني مراكشيون أو مغاربة يزورون المدينة الحمراء. Thank you.
ينظم قصر الباهية من الحين إلى الآخر مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية كالمعارض الفنون التشكيلية والمعارض التراثية، وكذلك يستقبل العديد من تصوير الأفلام والمهرجانات يعني التظاهرات الفنية المختلفة، وندعو جميع الزوار لزيارة هذه المعلمة التاريخية مغاربة كانوا أم أجانب.